اهلا متابعين قناه نيشان. الان احنا كنتواجدوا هنا بالضبط في شارع الاحباس بمدينه مراكش في وقفه هنا احتجاجيه ضد التعليم من مجتمع جمعيه الوطني لمحاربه الفساد ونهب المال العام هنا بمدينه مراكش. كما كتشاهدوا اطفال وشيوخ وجميع الاباء والجمعيات هنا كالوقفه احتجاجيه هنايا بمدينه مراكش كما كتشاهدوا. يعني احنا على البث المباشر متابعين قناه نيشان الان كما كتشاهدوا يعني الاطفال والشيوخ والرجال وجمعيه الاباء يعني 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 ما مصير هاد التلاميذ؟ شنو المصير ديالهم اذا كانت خلافات ما بين التربيه الوطنيه والاساتذه؟ يعني شنو هو السبب ديال الهدر المدرسي؟ نقولوا الهدر المدرسي لانه بالفعل وصلنا للسوبر كما تيقولوا. نقول نقول يا ولا نسمح ولا نسمح ولا يخاف ولا مال نقول فداك يا وطن ولا نسمح ولا يخاف ولا مال نقول فداك يا وطن ولا نسمح ولا يخاف ولا مال وصلوا الكلمة وبايعوا الراس وهاد العالم ترد ورد بعد الشعارات كما كتسمعوا مشاهدينا قناه نيشان الان. يعني احنا لازلنا على البث المباشر هنا من مدينه مراكش كما كتشاهدوا واحد الانتفاضه هنايا. يعني احنا بدورنا كنشكروا جميع اللي ساهموا في هذه الوقفه السلميه من درك من الامن الوطني والقوات المساعده وكذلك اعوان السلطه اللي قاموا بالدور ديالهم لانجاح هذه الوقفه الاحتجاجيه هنا بمدينه مراكش كما كتشاهدوا متابعين قناه نيشان الان. احنا كنتواجدوا هنا مراكش بدورنا كنشكروا السلطه المحليه وكنشكروا الشرطه والامن الامن الوطني وكذلك القوات المساعده وجميع الاطر اللي ساهموا في النجاح الوقفه السلميه. يعني احنا كنشكروا بدورنا كنشكروا هاد الناس هادو اللي قاموا بهذا المجهود لانجاح هاد التظاهره يعني هاد الوقفه الاحتجاجيه. يعني احنا غندوز نشوفوا احد. مرحبا بك معنا في نيشان الان. مرحبا معك عبد العالي اوغريس رئيس الجمعيه الوطنيه لمحاربه الفساد وحمايه المال العام فرع مقاطعه المدينه. جينا لدينا وقفه تضامنيه مع التلاميذ اللي تقساو تقريبا تقساو من التعليم العمومي من طرف الجهات المسؤوله والاساتذه تا هما كنحمل لهم المسؤوليه قبل ما نحمل المسؤوليه للوزاره. حيت الاساتذه تا هما خصهم يديروا من حقهم يعبروا على احتجاجاتهم من حقهم يطلبوا مصالحهم ولكن مصلحه التلميذ هي الاولى. لذلك خصهم يديروا وقفات ويديروا في واحد النهارات اللي تيكونوا فيهم العطله ماشي الوقيتات اللي يكونوا فيهم التعليم ويكونوا تيقراوا التلاميذ عاد هما بيديروا وقفات عاد هما بيديروا اضرابات. خصهم يديروا الاضرابات في الوقيتات اللي تكون فيها العطله يديروا الاضرابات نهار الحد يديروا الشارات يعبروا تاهما على التضامن مع التلاميذ ماشي تا هما يقعدوا ما يقريوش التلاميذ يهدروا التلاميذ يمشيو يتقساو من التعليم في حين ان الاساتذه يقول لك نضلوا على حقنا من حقهم ينضلوا على حقهم ما تنكرهمش ما ينضلوش على حقهم ولكن يتضامنوا مع التلاميذ. هذا هو الاصل. حنا التلاميذ هو التلاميذ
هما اللي دابا هما اللي متضررين والاباء ديالهم دابا كذلك هما المتضررين. وتحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني سالك باش على لسان احد الجمعويين يعني شنو هو المصير ديال هاد التلاميذ هادو؟ يعني هذا مطلب عادي يعني ما شاء الله وصافي. متابعي القناة نيشان الآن حنا لازلنا هنا في البث المباشر من بالضبط من الأحباس مراكش. يعني غادي نحاول نشوف شي أحد الأمهات شي أحد أمهات اللي تعطينا الكلمة. يعني لازلنا ننتظر أحد الأمهات أو لأولياء الآباء. يعني هذا مطلب مرجعي. احنا بدورنا كنشكروا جميع اللي ساهم في النقطة السينمية 100%، كذلك الأمن الوطني والقوات المساعدة وكذلك السلطة المحلية وكذلك أعوان السلطة. بدورنا كنشكروا معنا أحد الشباب كذلك. مرحبا بك في قناة نيشان الآن. السبب ديال هذا الانتقال السبب واضح وباين عند المغاربه كاملين. المشكل هو ان وليداتنا ماشي ما عرفناش شنو السبب، وهاد المماطله ديال الحكومه ما عرفناش شنو السبب ديالها وشنو الاهداف ديالها، رغم ان الامور واضحه. شنو اللي غادي يخلي الحكومه يعني تخلي الاساتذه وما تبغيش تقف مع تجلس معاهم في طاولة الحوار الا الا كانوا هما ما مضرينش من هذه المساله؟ اللي مضرر فقط هو الفقراء، فقط هما اللي مضرين من هذه المساله، لان هما فقط اللي تيقروا ولادهم في التعليم العمومي. اما كيف ما قال السي وهبي وزير العدل، قال لهم هذا راه غير التعليم، وكانه شيء بسيط. يعني التعليم مش حاجه ماشي غزوه بدر ولا هذا، راه التعليم هو اساس ديال الدوله الشريف، راه هو الاساس. راه ما كاينش شي دوله متقدمه بلا 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 التعليم. راه سبق لي وقلت راه ماشي المهم هو تزفت الطريق وتزفت مع العقول. راه الا كانت عقول متنوره راه نقدروا نديروا بزاف الامور، ولكن باش انت تزفت لي الطريق وتزفت العقول ديال المواطنين، راه ما خدامش داك الشيء. حنا هاد الوقفه تنطالبوا باش تكون حل فوري وجذري، وانا شخصيا تنطالب بالاستقاله الفوريه ديال وزير التعليم، استقاله واعتذار للشعب. انا ولينا كنشوف وليدات دابا، تنشوف وليدات هزين كلينيكس وهزين الحلوى وتيدوروا للمكان ديالهم الاصلي هو المدرسه، في بلاصه ما يمشوا للمدرسه ولاو كيهزوا حلوى ويدوروا على هادشي راه كيبكي، هادشي راه تيبكي. والله الا تنهضر معاك وقلبي يدمع. انا مساله راه تعدات الحدود. انا سائل الحكومه فين كانوا هاد 3 شهور ديال العطله، ماشي من بدايه الدخول المدرسي، وفين كانوا 3 شهور ديال العطله؟ واش كاينه شي نيه مبيته؟ كاين شي حاجه احنا ما عرفناهاش؟ راه هادشي احنا خارجين، راه خارجين حبا في الوطن وحبا في الملكيه، راه باش 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 هما يديروا هادشي، راه كيسعوا للتخريب. المواطنين راه صبروا والشعب راه صبر، راه صبرنا على الغلاء وصبرنا على بزاف الامور، ولكن التعليم راه ما صبروش عليه. خاصو يكون حل فوري وجذري واستقاله ديال الوزير والاعتذار للشعب. شكرا لك مجعلي سال احد الغيورين هنا بمنطقه ازلي، عضو داخل الجمعيه الوطنيه للمحاربه، عضو كذلك يعني عضو في الجمعيه. يعني احنا بدورنا كنشكروا على هذه المداخله. شكرا متابعين قناه نيشان. معنا رئيس كذلك تولى غيعطينا حتى دخول. يعني السي رشيد، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني شنو هو السبب؟ شنو المصير ديال هاد الدراري؟ السبب المصير ديالهم، المصير ديال هاد الدراري تنحملوه الوزاره كلها، وكنحملوه الرئيس الحكومه.
حيت اليوم حيت تنقولوا تنهضروا وتنبداو بالسيد وهبي تينوض وتيقول تيقول السيد الوزير ديال التعليم تيقول ليه ما ديرش اليوم وبخا لا وليهم درهم. حنا ما كاينين حتى الدرهنا، حنا في اطار المصلحه العامه في اطار البلاد تبقى غاديه الحمد لله في التنميه. حنا مع سيدنا حتى الموت، ولكن الوزاره عندها واحد العدد ديالها في الحكومه واحد 50 تمشي بحال هذا. يعني لا ورثنا عليها شي حاجه اللي درنا في بلادنا غادي نعيشوا بها مدى الحياه. اليوم حنا كنستنكروا هاد الافعال الغير منسوبه للدوله المغربيه وهي غير منسوبه للوطن الشعب المغربي. هادشي ما عمرنا عشناه مع الحكومات السابقه، ما عمرنا عشنا هادشي اللي شناه مع هاد الوزاره الغير مفهوم الامر ديالها. اليوم حيت تنمشي لوزاره التعليم تنقول السيد الوزير شنو هو الدور ديالك انت في هذاك المقعد؟ شنو هو الدور ديالك؟ ما كتشوفش الشعب المغربي كلشي طاج وكلشي خاد الشاريع. واش ما عندكش غرض في هذه البلاد؟ احنا عندنا الغرض في هذه البلاد تبقى في الاستقرار، عندنا الغرض في هذه البلاد حيت عندنا الحمد لله سيدنا الله ينصرو ملك واحد. الحكومه ما تعترفوش بها اليوم حاليا، ما تعترفش بها. علاش؟ لانها ما اعترفتش بالشعب. كون اعترفت بالشعب كون حنا اعترفوا بها. اليوم الوزاره كاينين ثلاثه الوزارات، تنعاودوا قلت لك نمشي للسيد رئيس وزاره التعليم تيقول لهم يعني قاعد مصمم وقاعد في القرارات الوهميه ديالو. خديتي قرار الشعب انا ترفضه، قعد مع الاساتذه الحوار، راه الاستاذ راه قدوه للبلاد. حتى نرجعوا لرئيس الحكومه تا هو تنقولوا الخطابات اللي تنسمعوا فيها راه كلشي تيسمع الشعب، كلشي تيسمع شي يقول هاد الناس. رئيس الحكومه تيقول لك اودي انا دابا نشوف كندير في هاد القرارات. واش انت ملي كنت قاعد تدوزوا لك الملفات هاد الوزاره وياك ما مشى لك عقلك ماشي الشركه ديالك ياك ما سحبكش الصفقه هادي. هذا راه التعليم، هذا راه هو سمعه البلاد ديالنا. الا ما كانش التعليم في البلاد مش هاد البلاد. التعليم باش غادي نعيشوا، والتعليم هو الحياه، والتعليم باش قاعد هو في هذاك المنصب. لهذا اليوم كجمعيه كنستنكروا هذا الشيء اللي كنعاود نقول لك، كنستنكروا هذه الافعال اللي غير منسوب للدوله المغربيه وما منسوبش للشعب المغربي. كنا عشنا مع حكومات كيخرج الشعب تيناضل حيت النضال حق دستوري، كيناضل على السمصحه، تيعيطوا له تيقعدوا مع طاولات الحوار. واش شهر ونص ولادنا ما قراوش؟ واش شهر ونص ولاد الشعب الفقير ما قراش؟ يعني اين كاين مسؤول؟ اين كاين مسؤول اللي بغينا نقولوا اليوم انت بديت تسلم من هذه البلاد؟ اليوم انا كنحملوك هذا الوقت اللي ضاع لولادنا. ماشي هذا، راه ديال الوقفه الاولانيه. حنا بغينا نطلعوا في الطابي دابا في النضال، تيرجعوا لي المدارس ديالهم. حنا اليوم لقينا بعينا فاشله الحكومه في اتخاذ القرارات الصحيحه من اجل ناس المصلحه العامه، فاشله الحكومه من اجل اتخاذ القرارات ديال الفقراء. المدارس الخصوصيه ديرها لولادك. نسولوا دابا ولاده هو، نقولوا ليه واش الوطنيه؟ ما عرفكش شنو هو الوطنيه. الوطنيه تيعرفها الفقير. الوطن تعرفوه حنا، حنا اللي شرينا في 20 فبراير، وحنا اللي خرجنا ضد هذوك الكفرات ديال 20 فبراير، وهنا البلاد تبقى في الاستقرار، واليوم تنوضوا تاني ضد هذوك الناس الغير منسوب لهم وزارة ديال 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 التعليم. وتحية للصحابة ديالكم. شكرا كما جاء لسان أحد رئيس الجمعية، كنشكروا بدورنا، كذلك كنشكروا جميع المساهمة في هذه الوقفة السينمية، يعني من أمن والسلطة وقوة المساعدة وجميع المساهم في هذه الوقفة اللي داز السينمية بنيئة بدورنا. كنشكروا جميع السلطات والأمن الوطني والقوة المساعدة كذلك وأعوان السلطة. شكرا متابعي القناة نيشان الآن، إننا نبت مباشر آخر إن شاء الله.